مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب صف ثامن، مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال الأداب والأخلاق الإسلامية. نستفتح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا متقبلا. عن درس اليوم هو العناية بالصحة في التصور الإسلامي، وهذا هو الجزء الثالث من الدرس. العناية بالصحة في التصور الإسلامي، نذكر أيضا في كل مرة بالحكمة المشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وكان من وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نتعلم في هذا الدرس إن شاء الله نظرة الإسلام إلى الصحة، منهج الإسلام في المحافظة على الصحة العامة، أثر الصحة على أداء العبادات وعمل الخير، بعض وسائل المحافظة على الصحة، تعاليم الإسلام في المحافظة على الصحة، ودرس اليوم بعض وسائل المحافظة على الصحة وتعاليم الإسلام في المحافظة على الصحة. عنوان درس اليوم كما نقول هو عناية الإسلام بالصحة في التصور الإسلامي. التهيئة: سمعت من زملائك كلاما يدل على تهاونهم بأمر السويكة وتقليلهم من خطورتها، ماذا تقول لهم؟ أحد الطلاب سمع كلاما من زملائه يدل على التهاون بأمر السويكة أو السويكة وتقليلهم من خطورتها، ماذا تقول لهم؟ نقول لهم أن السويكة وهي مضرة بإجماع الأطباء، وينطبق عليها ما ينطبق على التدخين من بشاعة منظرها وكريه رائحتها، بالإضافة إلى الإيذاء المتعمد للنفس والمحرم شرعا، فهي محرمة، ولذلك إنها تغيب العقل بالإسكار فتأخذ حكم الخمر، وأنها تضر بصحة الإنسان فهي خبيثة وكل خبيث محرم. أنها تغيب العقل بالإسكار فتأخذ حكم الخمر وأنها تضر بصحة الإنسان فهي خبيثة وكل خبيث محرم. طلاب، نذكر بالعنوان وهو العناية بالصحة في التصور الإسلامي، وهذا هو الجزء الثالث في صفحة 162. القيمة هي التعاون. أما عن أهداف درس اليوم، الهدف الأول أن يوضح الطالب علاقة الطهارة والنظافة بالصحة. الهدف الثاني أن يبين الطالب بعض الوسائل للمحافظة على الصحة. الهدف الثالث أن يدون الطالب ملاحظاتي من خلال النشاط بالكتاب، وذلك في صفحة 164 و165. هذه أهداف الدرس التي نتكلم عنها إن شاء الله. أما عن الهدف الأول وهو أن يوضح الطالب العلاقة بين الصحة والطهارة والنظافة. ما العلاقة بين الطهارة والنظافة والصحة؟ كيف تكون العلاقة بينهما؟ الطهارة والنظافة وعلاقتهما بالصحة لهما علاقة كبيرة بالصحة. اهتم الإسلام بالنظافة والطهارة غاية الاهتمام، والإسلام عندنا هو دين النظافة ودين الطهارة، لأن النظافة من الإيمان، ومن ذلك الوضوء الذي هو شرط لكل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وما يتبع ذلك من أغسال واجبة أو مسنونة، لأننا عندنا أغسال واجبة لغسل الجنابة وغسل الجمعة ومثل غسل الجمعة وغسل العيدين. وأن عدم اهتمام الإنسان بالنظافة يكون مأوى للجراثيم والميكروبات التي تتسبب في الأمراض وانتشارها. هنا يا طلابي أن الإسلام اهتم بالنظافة والطهارة غاية الاهتمام، أمرنا بالوضوء عند كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، وأمرنا بالأغسال الواجبة وهي أنك تتسبح أو تغتسل، منها أغسال واجبة ومنها أغسال مسنونة.
وأن الإنسان إذا لم يهتم بنظافته يكون مأوى للجراثيم والميكروبات التي تتسبب في الأمراض وانتشارها. وأيضا، ما هي علاقة الطهارة والنظافة بالصحة؟ وضح علاقة الطهارة والنظافة بالصحة. سؤال: وضح علاقة الطهارة والنظافة بالصحة. نقول هي علاقة تلازم، أي أنهما متلازمان. الطهارة والنظافة متلازمان دائما بالصحة، كل نظيف وطاهر دائما تكون صحته جيدة. علاقة تلازم، فمن أجل أن يكون المسلم متمتعا بالصحة لابد أن يكون حريصا على النظافة والطهارة، وهذا من مبدأ الإسلام. يبقى علاقة تلازم، فمن أجل أن يكون المسلم متمتعا بالصحة لابد أن يكون حريصا على نظافته والطهارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا، دلل من القرآن والسنة على هذه العلاقة. هل يوجد دليل من القرآن أو السنة على أن هذه العلاقة، علاقة الطهارة والنظافة، علاقة متلازمة؟ نعم، من القرآن قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا دليل على أن النظافة والطهارة لها علاقة جيدة بالصحة، وذلك ورد في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. هذا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه الإمام مسلم، وراوي الحديث أبو مالك الأشعري. معنى الهدف الثاني: بعض الوسائل للمحافظة على الصحة. أن يبين الطالب بعض الوسائل للمحافظة على الصحة، أن يبين الطالب بعض الوسائل المحافظة على الصحة. طلابي، كيف نحافظ على الصحة؟ الصحة نعمة عظيمة من الله عز وجل، أمرنا الإسلام بالمحافظة عليها، وأن الله عز وجل سيسألنا عنها يوم القيامة. فما هي بعض الوسائل المقترحة أو الوسائل التي تساعدنا في المحافظة على الصحة؟ ينبغي الاستفادة من كل ما سبق من الحفاظ على الصحة، أنك في نعمة، وأن الإنسان لا يملأ بطنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وقوله أيضا: من أصبح معافا في بدنه، وقوله قول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأن الله عز وجل نهانا عن الأشياء المحرمة. ومن هذه الوسائل التي يجب أن يحرص عليها المسلم للمحافظة على صحته، الأمر الأول، ما هذا؟ ماذا تعني هذه الصورة طلابي؟ شاب نائم، ماذا تعني هذه الصورة؟ الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بشيء، وأن يعني من المحافظة على الصحة النوم الكافي، وهو أن تنام مبكرا، عدم السهر، النوم الكافي بأن يكون مناسبا ولمدة كافية للجسم، وللمحافظة على صلاة الفجر، وهذا من أهم شيء. وصلاة الفجر لها فضل عظيم عند الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. وقال النبي: من صلى البردين دخل الجنة، هو الفجر والعصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل. كل هذه أشياء سببها النوم مبكرا، وبذلك عندما ينام الإنسان النوم الكافي يحقق قول الله عز وجل تعالى في سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النوم الكافي طلاب الأعزاء، هذا يعني نعمة من الله عز وجل، لقول الله: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنوم الكافي يساعد على راحة الجسم والمحافظة على صلاة الفجر. الأمر الثاني من بعض الوسائل المحافظة على صلاة الفجر: هذا شاب يأكل طعام، يأكل بيده اليمنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غلمان: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولكن طلابي، نحتاج شيء، هو الأكل الصحي. الأكل الصحي، الاعتدال في تناوله، واتباع العادات الصحية في الطعام والشراب، وبيان أن شر وعاء ملأه ابن آدم هو بطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لابد أن يفعل الإنسان ذلك فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. بعد ذلك طلابي، ما هذا الأمر؟ أن طلاب مثلكم يعني يلعبون ويتريضون ويمارسون الرياضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أمرنا الإسلام بالرياضة، ممارسة الرياضة،
وهذه وسيلة من الوسائل المحافظة على الصحة، فهي سبيل للنشاط والحيوية. كما قلنا قبل ذلك، العقل السليم في الجسم السليم، وتجنب الخمول. ممارسة الرياضة تساعد على النشاط والحيوية، وتبعد الإنسان عن الخمول الذي يؤدي إلى السمنة المفرطة، والتي تعد رأس الأمراض المزمنة. يبقى الأشياء التي تحارب السمنة ممارسة الرياضة. ومن الأشياء التي فرضها الإسلام أو حافظ عليها الإسلام، أمرنا بها الإسلام في المحافظة على الصحة، ممارسة الرياضة. أيضا في بعد ذلك انتهينا من الهدف، ونبدأ في الهدف الثالث، ومنها أن يدون الطالب ملاحظاته من خلال النشاط بالكتاب، صفحة 164 و165. أنقل ما تعلمته من بعض الوسائل للمحافظة لأفراد أسرتك، وأسألهم عن المزيد من هذه الوسائل. أنت نقلت لأفراد أسرتك 3 وسائل أخذناهم: النوم الكافي والأكل الصحي وممارسة الرياضة. بعض الوسائل المقترحة: احرص على مراقبة وزنك، يعني تابع وزنك أنك لا تزيد، وأن السمنة يعني هي أن نحافظ يعني من هذا الأمر. التوقف عن القلق بشأن الغد، ألا نتوتر يعني خوف من الغد، لأن هذا عند الله عز وجل، ولكن نأخذ بالأسباب. اجعل أفكارك إيجابية، دائما تفاءل بالخير، لقول النبي: تفاءلوا بالخير تجدوه. بعد كده شارك معارفك مع الآخرين، ولذلك يكون في عن طريق القراءة والمعرفة والحوار الجيد يعني الهادف. بعد كده اصعد الدرج، يعني انت تحاول انت تمارس الرياضة في البيت بصعود الدرج السلم وغير ذلك، وأن هذا قد يكون شيء من ممارسة الرياضة، خصوصا في هذه الأيام. معنا في فقرة أنظم تعلمي بعض وسائل المحافظة على الصحة. قلنا منها: النوم الكافي بأن يكون مناسبا والمدة كافية للجسم، والمحافظة على صلاة الفجر، وأيضا الأكل الصحي، وذلك بالاعتدال في تناوله واتباع العادات الصحية في الطعام والشراب، وخصوصا أن نبعد عن الطعام الخارجي، وأن نكون حذرين من هذا الأمر، وأن نحافظ يعني في الأكل، وبيان أن شر وعاء ملأه ابن آدم هو بطن. بعد ذلك في التقويم معنا السؤال الخامس: عدد الوسائل الرئيسة للمحافظة على الصحة. عدد الوسائل الرئيسة للمحافظة على الصحة، تكلمنا عن 3 أشياء: النوم الكافي بأن يكون مناسبا ولمدة كافية للجسم، وللمحافظة على صلاة الفجر. الأمر الثاني الأكل الصحي، وهو بالاعتدال في تناوله واتباع العادات الصحية في الطعام والشراب، وبيان أن شر وعاء ملأه ابن آدم هو بطنه. الأمر الثالث ممارسة الرياضة، فيها سبيل للنشاط والحيوية، وتجنب الخمول الذي يؤدي إلى السمنة، والتي تعد رأس الأمراض المزمنة. طلابي، بهذا يكون قد انتهينا. وفي الختام، انتهى درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال درس من دروس مادة التربية الإسلامية. كما أرجو من طلابي الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا، والاختبارات الإلكترونية المرسلة إليكم بالتفاعل والإجابة عليها. وأحسن الله إليكم، دمتم موفقين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.